الله، أغنية مشاعر حق الفنانة القديرة شيرين. طبعا متعاوننا الفرقة ليالي الكويت دائما مميزين، ونرجع نكمل لقائنا اليوم وعندنا مجموعة من الشالات والفريرات الجميلة من الإبداع، من الإبداعات الغنية عن التعريف في هذا المجال. هبة المسلم صاحبة مشروع بيور شول، يا مرحبا فيك هبة. يا هلا مرحبا. عاشت الأسامي حبيبتي. اسمك مميز. الله يحفظك. وأنت هبة علينا اليوم. حبيبتي تسلمين. نورتنا هبة في ليالي الكويت. لكن بداية حابة أعرف إيش معنى اخترتي هذا المجال، مجال الشالات الكشمير؟ أنا عاشقة للشالات، وايد أحب الشالات، طول عمري أشتري الشالات، أمي، خالاتي، يدتي، أهلي اللي داير مدارنا نحب الشالات الكشمير. بس مو مرتبطة بموسم معين، يعني بالشتاء بس، بعدين عقب الشتاء. صحيح، بس ليتلي قاعد تنلبس كل وقت، تنلبس بالمطارات، تنلبس بالمولات، بالسينمات، هنتبهلي صفتي تحطينه بالجنطة تطلعين فيه وين ما تبين، وبالعروس الرسمي مع التركية. صيف شتاء. من الأشياء اللي أنا أعرفها، هو اللي كشخ البدلة، من الأشياء اللي أنا أعرفها أن البشمينة يطوفونه من الخاتم. أي يعني قلت عشان تعرفين. مقولة صحيح الموضوع ولا مو صدق؟ مو صحيح. نيبون خاتم ويطوفون الشال بكبرة كله. كل شال أقدر أطوفه. ممكن كل شال ناعم أقدر أطوفه بالخاتم، إن كان شتوش أصلي أو غير أصلي. أنت صرتي خبرة عاد أكيد في الموضوع هذا. أي أكيد. طبعا بيور عندك انت مو بس الشالات، عندك شالات وفريرات وبشوت، شنو بعد في شغلات تميز منتجاتك بعد؟ انا الحمد لله تقريبا كل سيزن او كل سيزن وترك اطلع بشيء جديد، ما اشتري بس الشالات اللي موجوده، لا اطلع بشيء موديل جديد يكون مو موجود بالسوق. الحمد لله الحين هالسنه طلعت بالشالات اللي احط داير مدارها الشنشله، احط معاها الفرو الفوكس، احط معاها الراكون، وبنفس الوقت سويت بدال بس شالات سويت الجاكيتات الطوال اللي تصير مثل بشوت، في بشوت مطرزه، وفي جاكيتات اللي يطلعون فيها سهره ويصير فيها بس الفرو اون ذا سايد ولا على رقبه، فكل مره احاول يعني اسوي شيء غير. هبه انت قاعد تصممينهم؟ بعضهم. بعضهم. اي نعم. وبعضهم قاعد تروحين تختارينهم بنفسك؟ اي نعم، قبلها بفتره طويله طبعا ندز ايميلات نشوف اللي موجود ونحجز مثل ما تقولين. شلون الواحد مثلا يعرف ان هذه الشالات خاصه في بيور؟ يعني ان بيور هذه هي شالاتها سيجنتشر يعني؟ في ماي كاستمرز قاموا يعرفون. شلون؟ شنو اللي يميزها؟ يشوفون اذا بعرس مرت واحده او بالسوق لابسه يكلموني، شفنا ناس كنا لابسين شالاتك، التاتش مالي موجود. تبين قطعه واحده من كل شيء؟ من كل شال تقريبا يس. اذا عندي 300 400 شال بدون مبالغه ممكن ما تلاقين الا شالين مثل او ثلاث. هبه في بعض الشالات تكون ممنوعه يعني دوليا، شنو هذا السبب؟ شوفي انا ما اقدر اتطرق حق هالموضوع لانه ما ادري ليش مانعينه، ولكن ربما لانه هو من حقوق الحيوان. طبيعي يعني، حتى سوري حقوق الحيوان، حتى الخرفان ما يبونهم تذبحونهم ولا تاكلونهم. اعتقد يبون قال اصوافها واوبارها. يعني احنا شوفي الماعز اللي ياخذون منه الناس تعرف هالشغله، ما ياخذون من الجسم كله ولا يذبحونه ولا يعذبونه، الخامه الوحيده هذه اللي هي الشتوش او البشمينه تنوخذ من تحت الذقن الى البطن. صحيح. يحلقون له يا ذاتست، فوين التعذيب؟ ما ادري. يصير قد يكون بالصيد يعني شوي يمكن واحد منهم يتوب، بس لانه باند، لانه نادر، الحيوان نفسه نادر، عشان شيء ما يبون يمكن يعني ما شاء الله ذوق المراه الكويتيه مطلعه وتشوف وتروح. الحمد لله. فهالشيء اكيد يشكل لك عائق ان انت ترضين الذوق الكويتي المراه الكويتيه. عشان كذي انا بس مو بس اروح اشتري، لا انا ادز لهم ذوقي، ادز لهم الالوان اللي ابيها، دخلنا الامبريهات بالشتوش، دخلنا الكاليغرافي الحروف العربيه بالشتوش، دخلنا الحين لما شفت انه والله سيزن اشوف الناس كلها قامت تلبس الكاليغرافي، تلبس الامبريهات، تلبس المطرزه، خلاص شوي انا مدخله الفرو باي ذا واي. تتعاملين مع مصممين معينين مثلا هناك؟ في مصمم هندي تعاملت معه ليتلي حق شيء جديد هم خلينا نقوله على برنامجكم، اللي هو الشتوش المرصع بالشواروفسكي مع الدانتيل الفرنسي. هاي حق حفلات؟ ينن. انا قاعده اخلي الناس يلبسون مال الليل الصبح ومال الصبح الليل. بس لكل الوقت بس يعني لكل مقام مقام مثل ما يقولون، لكن ما ينفع لي بالليل ينلبس بالنهار، شلون قادره تقنعينهم انت زوجتك؟ انا اقول لك شفتي هذا؟ هذا شال تخيلي مطرز بالايد. شوفي تطريسته. يظل 5 سنين وهم يطرزون فيه. سبيشلي ان لونه ابيض هم يضيف على سعره دبل. يعني كل ما صارت الوان الستاندر. هذا البسه صبح بلفه معينه مع بليزر وجاكيت،
واحطه على كتر واروح في عرس بالليل. صح. فالشتوش كثر ما تدفعين عليه ما ينقط بالكبت، تلبسينه صبح وليل صيف شتاء. هبه لاحظت ان انت تعرضين الشتوش، ما ما تستعيني بعارضات. شو اللي خلاش تتجهين لهالشيء هذا؟ ارخص. لا لا طبعا، انا اول ما بديت كنت اجيب فوتوشوت واجيب مصورين، واجيب مصورين واجيب عارضات، اجيب عارضات من لبنان، من مصر، من الهند، وحتى من كشمير، وحتى من الكويت. بس شفت ان انا كل ما البس الشال قاعد ينباع ثاني يوم، ويقولوا لي بيور نبيش انت تلبسين لبسي، خلينا نشوف شلون اللفه تصير، شلون تنحط مع اي جاكيت، مع عرفتي شلون؟ فصرت اذا خل اسوي انا الفوتوشوت سوري اعرضه، يمكن ينال على اعجاب الفولورز والكاستمرز وكذي. فشفت ان الناس قاموا يحبون شغله ذوق اكثر، يعني انت يمكن طريقه اللبس، طريقه اللبس، عرفتي؟ انت يعني انت من القطع يعني لما أكثر. انت تسوين الدرس تعرفي تلبسينه، عرفتي؟ صح. اي اذا انت نوعك تمكجين تحبين انت تمكجين نفسك. صح. انا شغلي هذا، فاعرف شلون الفه، اعرف وين احطه، اعرف البسها مع شنو. انت عاشقه للقطعه هذه يعني. إيه؟ تحبينها وحابه تقدمينها بحب. صحيح. وزباينك. إيه؟ ايش كثر السوشيال ميديا خدمتك انت في هذا المجال يعني؟ السوشيال ميديا انا صراحه الانستغرام يمكن انا من اوائل الناس بالكويت اللي حطيت حساب الانستغرام اسمه شالات. طبعا انت عرفتي في بيور يعني اي صح كلامك. انا لما كان بس عندي انستغرام كان بس شالات، لما نزلنا ودخلنا بعالم السناب شات هني صار شنو، صار سوالف. ما تقدرين تعرضين شالات من الصبح لليل، لان السناب شات نفس التي في، عرفتي؟ انت تدخلين على الناس ببيتهم، فطبعا بيشوفون حياتك، بيشوفون طلعاتك، بيشوفون لبسك العادي، بيشوفون انا بالنسبه لي شاي حليبي كل يوم يشوفون يعني. فالناس حبتك انت، عيل خلينا نشوف تجارتها شنو. اي زين من حبهم لك اذا انا فولور حق بيور وانا محتاجه شال، ليش اروح اخذ من غيرها؟ عرفتي قصدي؟ انا احبها، احب شكلها، احب لبسها، عيل اذا بشال باخذ منها هي. فطبعا مفيد. يعني من حبهم لك يحبون القطع اللي انت ذوقك، يحبون ذوقك. اي نعم. انزين في سمعت انه في شالات رجاليه ونسائيه. صح. حتى بشوت. صح. ايش نتكلم عن البشوت؟ بالطلب، لان انا عاده البشوت اجيبها مطرزه. اذا في مثلا احد معين يبي بشت يكون رجالي يطلبها قبل بشهرين، اني يجيب لي بدون تطريز. شنو مواصفاتها تكون؟ بشمينه دائما خالص. اي الشتوش ينطلب هم بالطلب. البشت الشتوش اذا في احد يبي بطلب. حتى ساعات في ناس يبون بشوت حق الرجال يعني شتوش. اذا وش شالات الرجال نجيبها؟ نجيب الخام ونودي حق الناس اللي عندنا يطنزون ويسووا لهم بشوت. اكثر الالوان اللي تنطلب منك طبعا تعرفين اللي هو اللي عارفه انا الشتوش هو لونه هو الكامل. صحيح. هذا الاصلي اي ناتشرال كولر. الالوان اللي عاده تنطلب تكون اكيد مصبوغه، شنو هي بالضبط؟ شوفي الشتوش الاصلي اول ما ينوخذ من الحيوان ينوخذ لونه ناتشرال اللي هو كمل. اي ثاني الكمل. الشتوش الاصلي هم ممكن ينوخذ من الكبير بالسن، الحيوان الكبير بالسن يكون هذا لونه ابيض. فممكن تلاقون الناتشرال عند الماعز المشكنم الصغير. والشايب يعطيكم هذا، هذا دبل السعر الابيض. هذا دبل لانه شيبه. اوكي. ومو دائما تلاقون شايب. انت يعني من يعني من خلال خبرتك عرفتي احنا لما نيجي نشتري ونعرف كواليتي الشال نفسه شلون نعرفه، شنو الميزه؟ شوفي الشتوش اذا بتكلم غير البشمينه غير صوف الكشمير، بس شلون نعرف الكواليتي مالنا زين؟ الشتوش مواصفاته انه هو يدفي يغنيش حتى عن الجاكيت، زائد لو تصفطينه انه تفيزر من كثر ما هو ناعم. البشمينه كذلك بس ما تدفي كثر الشتوش اونستلي. في الشتوش مع البشمينه تخلطينهم مع بعض يعطيك الشال المخلوط ياخذ الصفتين. يدفي ناعم بس بنفس الوقت ارخص من الشتوش الاصلي. هبه عندنا مفاجاه لك. اوكي بس راح نسمعك من فرقتنا.
يو. نخلي عيد ميلادك وياتنا هني في ليالي الكويت. يا بختي. احنا احلى ميلاد. مشكورين. العمر كله ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. وان شاء الله من نجاح لنجاح يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. موفقه ان شاء الله. حبيبتي تسلمي. نتمنى لك كل التوفيق هبه ومشروع مميز ومن الاعلى وضروري ناخذ بشتات هنا. لازم. انا ببشت وشال. عفا عليك شوفك ولا يهمك. داشين على طمع احنا. يا بختي فيكم اصلا حبيبتي نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله حبيبتي شكرا نورتي ما قصرت والله يسلمك مشاهدينا نكمل معاكم ليالي الكويت بعد هذا الفاصل